رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ومنورنا دلوقتي في الاستوديو دكتور ابراهيم داوود مدير تحرير جريده الكوره والملاعب. مساء الفل على حضرتك. مساء النور يا شيما، منورنا. الله ده نورك. كان نفسي اقابلك في موقف احسن من كده بشويه. لا ما نجيب قهوه بقى ونقرا ربعين قران، واحنا مش في عزا يا شيما. لا بالعكس، انا بس عاوزين نقول في الاول كده ان الفستان الاحمر بتاعك ده شيء جميل وايجابي، والله انا واحنا محتاجينه. لا انا عايزك تلبسيه الثلاث ايام اللي جايين، لان الاهلي محتاجنا الثلاث ايام اللي جايين. في البدايه بنقول بس ان الاهلي هو سيد افريقيا، حتى بالخساره اللي حصلت امبارح الاهلي ما زال سيد اسد افريقيا، شاء من شاء ابى من ابى. الاهلي هيفضل هو نادي القرن العشرين، وما زال حتى اللحظه بعد مرور 18 سنه من القرن الواحد وعشرين هو نادي القرن الواحد وعشرين. كمان الاهلي في ال 13 او ال 14 سنه اللي فاتوا استطاع ان هو يحصد 11 لقب افريقي في كام؟ في 14 سنه. كمان حقق، وصل للنهائي مرتين ووصل للمربع الذهبي مرتين. يعني اجمالا هو في 15 من 14 مشاركه هو 15 مره بيلعب على البطوله. مين في مصر كلها وصل للاهلي؟ مين في افريقيا كلها وصل للاهلي؟ مين حتى في أندية العالم كلها عمل اللي عمله الأهلي في ال 14 سنة اللي فاتت؟ المجد للأهلي والشهداء الأهلي والأعضاء الأهلي والمسؤولي الأهلي ولكل جماهير الأهلي. يعني إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله نعدي من الكبوة دي ونخرج منها سريعا. عندنا بطولات تانية، عندنا كاس مصر، عندنا الدوري المصري، عندنا البطولة العربية. بإذن الله إن شاء الله نقدر سريعا نقف كل الثقة على كل الثقة كل الثقة. عارف أكتر حاجة يعني مضايقة الجمهور؟ أنا أصلا مني واحدة من الجمهور، فأنا بتكلم. أكتر حاجة مضايقانا إن إحنا كان عندنا ثقة كبيرة جدا إن إحنا خلاص البطولة دي بتاعتنا. يعني ال 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 يعني أنا بذكر الوضع السنة دي غير السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت كان ما عندناش أمل قوي يعني، وكنا رايحين بالصعوبة. الأهلي تعرض لمؤامرة حقيقية، بس لكن السنة دي كنا تقريبا ضامنينها يعني. او ده كان احساس القدم مش مضمونه، مش مضمونه يا شيما. بس الاهلي تعرض لمؤامره حقيقيه علينا ان نعترف بيها في في في, في الاسبوع اللي فات كله. مؤامره للاسف يعني فكره يعني ان الناس كلها يعني تتكاتف على اعلام الكاف، ما فيش حد وقف جنبك وانت يعني ليه؟ للاسف اصوات خرجت يعني يا جماعه. يعني لو بطوله اخذها النادي الاهلي او اتحطت في دولاب النادي الاهلي مش هتنقص من بطولات الانديه الثانيه. عمرها ما هتنقص من بطولات الأندية التانية، بس أنا بذكر الأندية التانية دي بكل مشهد كان في النهاية أفريقي أو في لقب حصلوا عليه كان في جمهور الأهلي حاضر وبيساند بقوة. عمر جمهور الأهلي ما تخلى عن وطنيته تجاه أي نادي بيلعب باسم مصر، عمرها ما حصلت. على العكس، احنا شفنا كراهية النادي الأهلي بوضوح شديد جدا في الأسبوع اللي فات ده. صحيح، تحالفت كل القوى للإضرار بالنادي الأهلي وبمصالحه، سواء من بعض الاعلاميين، سواء من نجوم سابقين. للاسف احنا ادينا هديه للجانب التونسي ان هو يواصل ضغوطاته علينا ويخرجنا عن تركيزنا في كتير من المواقف. موضوع زي بيان الاتحاد الافريقي الاخير، يعني طارق البشماوي اللي هو عضو اللجنه التنفيذيه في الكاف تقريبا هو اللي ملى البيان للكاف. البيان ده ما خرجش من الاتحاد الافريقي، لكن هو اتعامل في مكتب طارق البشماوي. هو المرشح الاول لتولي رئاسه النادي التونسي، الترجي التونسي. حته ان انت تلاقي في تونس دوله دوله كامله بتقف ورا ناديها عشان خاطر عشان هو بيمثل الدوله التونسيه في هذه البطوله. رئيس الوزراء هناك هو اللي صح، هو وزير الرياضه هناك، وزير الخارجيه هناك، رئيس اتحاد الكوره هناك. صحيح. العضو اللي عندهم في الكاف، احنا كان معانا مين؟ احنا كاهلي كان معانا مين؟ وزير الرياضه اللي كان كل دوره ان هو راح يسافر يحضر النهائي، عمل ايه للاهلي طول الاسبوع اللي فات؟ فكر ايه اللي يعمله عشان خاطر السيل والطوفان الهجوم المعادي ضد فريق مصري. دورك انت كوزير عملت ايه؟ طب حضرتك كنت متوقع ان هو يعمل ايه؟ لا، كان يقدر يعمل كتير جدا. اولا هو عضو في الحكومه المصريه. صحيح. كان لازم يكلم الخارجيه المصريه، يبتدي تعمل اتصالات وتخاطب الجانب التونسي لاول مره. انت لو بصيتي على الشكوى بتاعه نادي الترجي هي فيها تحريض كبير جدا على الـ على الـ على النادي الاهلي وعلى الامن المصري. احنا ردينا عملنا ايه؟ اللي احنا عملناه. رئيس اتحاد الكره المصري اللي هو بيحتفظ بعضويه الفيفا وعضويه الكاف عمل لنا ايه؟
اللي عمله لمصر، راح حضر النهائي عشان كان متوقع ان 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 50% الاهلي ياخدوا البطوله، فيطلع في الصور ان هو ان هو موجود وان هم حاضرين في المشهد. عملوا ايه؟ ايه اللي عملوه للاهلي؟ ان عمرها سابقه تاريخيه ان اهم اوراقك الرابحه ان انت تتحرمي منه قبل ساعات من الماتش، لا موجود في شريط المباراه ولا منصوص عليه في عقوبات الكاف ولا عمرها حصلت قبل كده. عمل ايه؟ عمل ايه هاني بوريدا؟ ها؟ لما تطلع من مصر ومن نجوم سابقين في النادي الاهلي، يعني للاسف مروا على النادي الاهلي او لعبوا في النادي الاهلي ويشككوا في ان احنا ظبطنا الحكم الجزائري، يطلع في بيان الكاف يقول لك ان الحكم لم يلتزم بتعليمات الفار، ناقص يقول له ان انا كنا هنعمل له محضر في الاسم عشان هو اتظبط من النادي الاهلي. فين 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 في مصر حد طلع سند النادي الاهلي؟ الاهلي اذا كان حد بيسنده هو جمهوره. صحيح، هو السند الوحيد والباقي والله يعني هو افضل سند، مفيش اهم منه يعني. لكن اللي اتعاملوا مع النادي الاهلي دول انا بوصفهم بالخاينين، يعني هم خانوا خاينين للوطن في نفس الوقت اللي كانت تونس كلها موحده خلف الترجي التونسي. حضرتك سمعت اكيد المداخله مع استاذ عزت اللي اتكلم فيها وقال ان علاء عزت اللي اتكلم فيها وقال ان كان في تامين للبعثه كويس جدا ومن ساعه ما وصلوا من المطار. لا ده ما كانش تامين. معلش، هو انا النهارده عشان اصدر صوره ذهنيه للعيبه كلها ان جنود مدججين بالسلاح. انت عارفه عدد الجيش التونسي على عدد افراد الامن التونسي كام؟ كام؟ 200,000. عارفه كان موجود كام مرصود كام للماتش ده؟ كام؟ 24,000 وكسور او 26,000 وكسور. دي حرب مش ماتش كوره. انت عارفه الجنود منه يعني ربع الحدود الليبيه التونسيه في عشان ضد داعش الارهابي كان 6,000 جندي. استعين ب 26,000 جندي ومع ذلك تتعرض بعثة النادي الأهلي وبعثة فريق النادي الأهلي للخطر الداهم الشديد الشديد اللي لا تقره لا لوائح الكرة ولا قوانين الفيفا ولا أي حد في الدنيا. والأهلي لو كان أصر أنه ما يلعبش المباراة كان ممكن ما يلعبش المباراة. صحيح، وكان في إيده، لكن مبادئ النادي الأهلي انتصرت. مبادئ الأهلي انتصرت. إحنا كنا في حرب. إحنا كنا في حرب. حرب ضغوط اتصدرت للنادي الاهلي طوال الساعات اللي سبقت المباراه. للاسف اصوات خاينه من مصر هي اللي ساهمت كتير جدا في اللي حصل له النادي الاهلي. انا ما بصدر اللعيب، انا مطلوب من اللعيب ان هو يلعب وان هو يادي وان هو يقاتل وان هو يكون في روح، بس كل الذهنيه المشوشره دي التوتر اللي انت فيها هتعمله ازاي؟ ها يعني ايه المطلوب؟ ايه المطلوب من اللعيب ان هو يبقى محافظ على تركيزه وهو داخل الملعب؟ اتوبيسه بيتعرض للتكسير وازاز وبيشوف احد زملائه في الفريق ثمان غرز في دماغه. ايه دي بقى؟ ده ماتش كوره ولا دي ايه؟ ده حرب. دي حرب. يبقى اذا الاهلي كان في حرب يا شيما. صحيح. ها حرب وظهره مكشوف مش ظهره عريان، لان دايما اللي بيامن ظهر الاهلي هو جمهور الاهلي. صحيح. انما ظهره مكشوف للاسف. صحيح. للاسف. طيب خلينا نتكلم بقى بعيدا عن الكبوه. انا شايفها كبوه، انت مش شايفها كده، انت متفائل بس زياده عن اللزوم. لا انا بذكر بس جمهور الاهلي بالمشهد اللي كانوا عليه، جمهور الرائع العظيم اللي هو يعني اعظم حاجه احنا بنفخر بيها جمهورنا العظيم. صحيح. ده ان 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 القصه بعد مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية أيام كابتن مانويل جوزيه، وقد إيه استقبال الفريق الرائع بعد، رغم إن هم حققوا نتائج أسوأ من اللي حصلت في ماتش الترجي، وكانت تعرضوا لهزيمة مثلا 4-1. بص الجمهور واستقباله، ومن اللحظة دي مانويل جوزيه بص للاعيبته وقال لهم عشان خاطر الجمهور ده احنا هناكل النجيله. ان الاهلي تحول 360 درجه بعد الاستقبال ده وحصد يجي 7-8 بطولات. ده اللي مطلوب بعد ال 72 ساعه. صحيح. وده اللي مطلوب من كل فرد من اصغر صغير في جمهور النادي. صحيح. الاهلي ان يتوجه للنادي الاهلي ويساند لعيبه ويساند اللعيبه. الاهلي هيطلع من الكابوس. لسه قدامنا 3 بطولات، واتمنى ان شاء الله تكون الثلاث بطولات دي من نصيبنا احنا. يعني لازم نعوض البطوله اللي راحت دي بثلاث بطولات. بس احنا مش هنسكت على حقنا، لازم نوصل برضه للجمهور ان احنا مش هنسكت على حقنا، وده اللي بيعمله مجلس اداره الاهلي. كلنا كل الثقه فيه. الجمهور بيطالبوا من لازم كل واحد لازم كل واحد من اللي حوالينا يعرفوا ان عصا الاهلي طويله جدا جدا،
وهتطول اي حد. كل اللي اتكلم في حق الاهلي، كل اللي حاول يضر بالاهلي، كل اللي تعند، مش هيتساب، مش هيتساب، صدقيني مش هيتساب. صحيح. طيب اللقاء القادم لنادي الاهلي في البطوله العربيه، الاول احنا محتاجين ال 72 ساعه دول ما نصدرش اي ضغوط للعيبه خالص. صحيح. خالص في الوقت الراهن ولا للجهاز الفني. يعدوا ال 72 ساعه على خير الاول، يبتدي يكون تم الاستشفاء للعيبه، يبتدي ندخلهم في دوافع تانية. ده المطلوب. صحيح. احنا دلوقتي عندنا دوافع البطوله العربيه، البطوله العربيه من الناحيه الماديه لا تقل اهميه. صحيح. عن البطوله الافريقيه، بل بالعكس هي اكثر جوائز منها يعني. الاهلي قادر ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انه يحقق نتيجه ايجابيه في ملعب الوصل، ومن ثم ان هو يتاهل للدور الثمانيه، ودي بتخلق له دوافع جديده في البطوله العربيه. صحيح. لكن في المسابقات المحليه بقى، طالما احنا بنتكلم بقى على اتحاد الكوره، لا، ايه الاصرار الشديد جدا من اتحاد الكوره ده على ان عصام عبد الفتاح يفضل رئيس لجنه الحكام وهو عضو مجلس اداره اتحاد الكوره؟ احنا بنحذر من دلوقتي عشان الدنيا ما تتفاقمش قوي، ان بطوله الدوري على شفا حفره. دلوقتي جمهور الاهلي مش هيسمح ابدا 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 باي اخطاء تحكيميه تقع ضد فرقته. يا عمنا يا هاني ابو ريده، يا رئيس اتحاد الكوره، بناشد الكابتن شوبير، بسرعه شوفوا حل في موضوع لجنه الحكام. وبطالب مسؤولي الاهلي ولجنه الكوره ومجلس ادارته بان اذا تعرض الاهلي لاي اخطاء تحكيميه في بطوله الدوري يسرعوا فورا باستدعاء حكام اجانب. احنا مقبلين على كارثه حقيقيه ما لم يتحرك اتحاد الكوره قبل فوات الاوان. الاهلي هو حامل اللقب وهو الاكثر قدره على انه يحافظ على هذا اللقب اذا لعب كل المباريات المؤجله وحقق الفوز فيها باذن الله. يبقى احنا من دلوقتي لازم ناخد بالنا من قصه لجنه الحكام. صحيح. طيب كنا عايزين برضو نتكلم في موضوع مهم، واحنا شايفينه كمان على السوشيال ميديا، ان بعض لعيبه النادي الاهلي بيتعرضوا لانتقادات كبيره جدا برغم ان هم برضو كانوا سبب وصولنا للنهائي. شايف المفروض يتعاملوا ازاي مع الانتقادات دي؟ اي حد على السوشيال ميديا بيوجه سهام النقد دلوقتي لعيبه الاهلي، اكيد يعني مش هشكك في اهلاويته، ولكن هو ربما بس ايه الانفعالات ما بعد الخساره يعني. لكن احنا لو فكرنا بعقل جديد جدا، كل اللي محتاجه لعيبه النادي الاهلي دلوقتي هو الدعم والمسانده. صحيح. خصوصا ان احنا معانا مجلس اداره كلنا بنثق فيه، ومعانا لجنه كوره كلنا بنثق فيها. في تدعيمات في الشتاء ان شاء الله هتبقى هتصب في صالح الفريق، كل الجوانب النقص هتتعالج ان شاء الله. يبقى احنا محتاجين ان احنا نحافظ على الكيان اللي موجود، نبتدي نقف وراه وندعمه في الـ في الـ في الاسابيع والايام. يعني من وسط الكلام اللي بيتقال انتوا ما لعبتوش كويس، وانتوا مش عارفه ايه، وانتوا قصرتوا، وانتوا، هل يعقل يا جماعه ان انا دلوقتي كلاعب او كبني ادم ببقى داخل على بطوله مهمه او داخل على مباراه مهمه او داخل على موقف مهم هكتب بيه اسمي في التاريخ؟ هل ممكن اتكاسل او اتهاون؟ استحاله. احنا ما شفناش امبارح لا تكاسل ولا تهاون. استحاله. يعني ال 45 دقيقه الاولانيه لو كانت مرت على خير بدون احراز هدف، هل ده كان السيناريو اللي هتنتهي ليه المباراه؟ لا طبعا. لكن ربنا رايد برضو، ربنا يعني لازم هو لازم كان في كان في فايز وكان لازم في مهزوم، فده طبيعي، هو ده طبيعي. لكن قصه الضغوط النفسيه اللي تعرض اللي نجح فيه الترجي، بس عشان دي تبقى الرساله واصله للمشاهد كويس قوي، ان الاهلي لو منيا مرمى بهدف، ان هم كده خلاص خدوا البطوله، ان هم الضغوط النفسيه اللي حطوا فيها الاهلي طوال الاسبوع، ربما لو في الظروف اعتياديه والاهلي دخل فيه جون كان استطاع انه يعوض ويفوز. كان هدف واحد بس هيغير تاريخ النهارده خالص، بس يلا الحمد لله. الحمد لله. طيب اتكلمنا طبعا عن دور الجمهور في الفتره القادمه، وايه المطلوب من الجمهور في الفتره اللي جايه، عشان بما ان طبعا الجمهور هو اللاعب رقم واحد في الفريق، هو العامل الاساسي والاول والاهم. انا ولادي رايحين النادي الاهلي بعد 3 ايام، اول تدريب للنادي الاهلي، ده مهم جدا جدا جدا. كله دي رساله لكل جمهور النادي الاهلي، لكل جمهور النادي الاهلي كله يتوجه للنادي الاهلي بدون بالتنسيق طبعا مع اداره النادي. صحيح. ومع عشان ما نسببش اي ازمه في الحضور، لكن احنا مفروض المسانده دي ممكن تكون تحضر، ممكن تكون برساله على السوشيال ميديا. صحيح. ممكن بـ 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 بتصريح ودعم للعيبه، عندنا وسائل كتيره جدا ندعم بها لعبتنا. صحيح. نسيب النادي الاهلي بقى ونروح لمنتخبنا الوطني الاول، واللقاء الهام ان شاء الله، اللقاء المنتظر، الاختبار الحقيقي لاجيال مع منتخبنا الوطني الاول قصاد تونس.
طبعا لقاء المنتخب التونسي الامن المصري بتاعنا يعني فرض الامن المصري الواحد بمية من اي فرد في حته تانية. انا واثق في الامن المصري واثق في ان هو هيأمن المباراه كويس جدا. احنا علينا ان احنا نحقق الفوز في المباراه دي عشان حتى طبعا نسأر لهزيمه المباراه الاولى اللي كانت في تونس واللي انهزمنا فيها 1-0. فاحنا عندنا دوافع ان احنا نحقق الفوز على تونس لسببين: اولا تحقيق الصقر لهذه الهزيمه، اثنين ان انت تصدري المجموعه بتاعتك رغم ان ضمنت تاهل الفريقين لنهائيات افريقيا. اعتقد ان منتخبنا قادر باذن الله على انه يحقق الفوز في المباراه دي. بالنسبه بقى للقائمه، هل شايف ان القائمه اللي اختارها اجري هي دي القائمه المناسبه، هي دي اللعيبه الافضل، ولا شايف ان في حد اتظلم ان هو لم يتم استدعائه للمنتخب الوطني الاول، او في حد عناصر كتيرة جدا. في عناصر تم استدعائها او اسامي يعني تم استدعائها يعني للمنتخب؟ يعني طبعا وليد سليمان واحمد فتحي المفروض ان هم علامه استفهام كبيره جدا وبالاخص على وليد سليمان. طبعا احمد فتحي اكيد طبعا يعني لاعب لا غنى عنه، عمود اساسي في المنتخب الوطني للسنين اللي فاتت دي كلها، لكن برضو عدم انضمام وليد سليمان ده ايه السبب؟ الناس على السوشيال ميديا دلوقتي بقوا بيتريقوا بيقولوا اصل معهوش الجنسيه. مظبوط. ان وليد سليمان معهوش الجنسيه المكسيكيه. معهوش الجنسيه المصريه. طبعا هي وجهه نظر مدرب، احنا مش عايزين يعني نسبب انقسامات بسبب الاختيارات، هو مسؤول عن اختياراته طبعا اولا واخيرا. انا عايز اقول لحضرتك ان دلوقتي بقى الجمهور بيبعت لي يقول لي، انا غالبا بنتكلم في الموضوع ده كل يوم وبنسال ليه يا جماعه وليد سليمان مش موجود في المنتخب الوطني، فابتدى الجمهور بقى جمهور النادي الاهلي بيقول يعني ايه ما وليد سليمان ما تقعدوش تسالي، وليد سليمان مش محتاج اصلا، يعني مش محتاج ان حد يقعد يقول يا جماعه يعني ليه ما بينضمش ليه ما بيروحش. يعني هو النهارده بعد طلعت التسريبات بعد مباراه تونس ان هو هيوسع الاختيارات تاني وان في احتمالات لضم وليد سليمان. اتمنى ان هو ان يستجيب اجيري لكل النصائح المحيطين بيه، واولهم طبعا كابتن هاني رمزي، وان هو يضم وليد سليمان في الاسابيع القادمه باذن الله. يعني يا رب نتمنى. هل لو هنتكلم طبعا عن المنتخب الاولمبي، هل شايف انضمام رمضان صبحي للمنتخب الاولمبي طبعا مهمه لصالح المنتخب الاولمبي او لصالح طبعا اللعب؟ زخم كبير جدا بيمنحه رمضان صبحي بانضمامه للمنتخب الاولمبي، وكمان هيحمل شرط الكابتن، فده شيء جيد، فرصه لرمضان ان هو يستعيد ذهنيه الاداء الرائع اللي واخداه عنه الجماهير المصريه. صحيح. وان شاء الله متفانين حدوته. طبعا. طب ايه يعني وجوده في الدوري الانجليزي؟ عدم لعبه في الدوري الانجليزي ما كان رجع النادي الاهلي، والاهلي في احتياج ليه على فكره. صحيح. يعني وجود لاعب زي رمضان صبحي، شايف اختياره بالبقاء في انجلترا هل ده اختيار صائب ولا كان الافضل ان هو يرجع تاني هنا للنادي الاهلي هو ويشارك؟ طبعا من ناحيه الماديه متهيألي وجوده في انجلترا افضل، بس اداؤه ومشاركته هو يعني مش عارف هو بيضحي بيها ليه. يمكن هو حاسبها ان هو من انجلترا يقدر يكمل في مشواره الاحترافي في اوروبا، لكن من النادي الاهلي لو رجع هيرجع تاني ياخد نفس الخطوه مره تانيه. في بعض اللاعبين جم مصر زي وانضموا للنادي الاهلي زي احمد حجازي مثلا، ثم عاد مره اخرى للدوري الانجليزي. ليه ما يكررش نفس الفعل رمضان صبحي ان هو يعود لموسم او موسمين للنادي الاهلي في وقت الاحتياج ليه، ينشط ذاكره الاداء الرائع، ومن ثم يعود مره اخرى للدوري الانجليزي. ليه لا؟ طيب لو هنتكلم بقى عن الملف المحلي وعن الدوري المصري الممتاز، شايف ايه الظواهر الموجوده في الدوري أولهم المصري؟ اولهم عصام عبد الفتاح لازم يمشي من لجنه الحكام، ده اول ظاهره انا بننادي بيها وبنصر عليها عشان خاطر المسابقه تكمل على خير. المسابقه لو يا كابتن هاني يا كابتن احمد شبير لو انتوا عاوزين مسابقه الدوري تكمل على خير، ارجوكم شوفوا حل في ان عصام عبد الفتاح ما يبقاش رئيس لجنه الحكام. هو يحتفظ بعضويته عاوز مصمم على رئاسه لجنه الحكام، يستقيل من عضويه مجلس. شايف ايه التضارب اللي بيحصل مع تضارب المنصبين او عمله في المنصب؟ اولا ليه اصراره هو عضو مجلس اداره؟ ازاي يبقى هو تنفيذي وفي نفس الوقت هو بايده القرار اداري وتنفيذي؟ ازاي يجمع بين الاثنين؟ كمان مستوى الحكام المتراجع من منحنى لمنحنى لمنحنى لمنحنى. تفتكري ان جمهور الاهلي هيقبل باي اخطاء تحكيميه في الدوري المصري في الثلاث اربع اسابيع اللي جايه بعد استئناف المسابقه؟ لا طبعا ولا ادارته اكيد كمان.
صحيح. طيب لو هنتكلم عن الظاهرة الثانية ان ما يعني ما نقدرش نحكم على ان الزمالك هو المتصدر ولا بيراميدز ولا المقصة ولا في ظل غياب البطل. صحيح. البطل لازم يرجع ولازم يلعب مبارياته. عنده مباريات كتير قوي مؤجله. شايف يعني ده النقطه دي لصالحه ولا ضده؟ احنا ممكن نخليها لصالحه. ازاي؟ اولا انا بتذكر دايما وابدا برضو العظيم مانويل جوزيه لما كان الفرق بيننا وبين نادي الزمالك كان 9 نقاط او 11 نقطه اظن. وجه رساله وكان وقتها الكابتن حسام حسن هو المدير الفني للزمالك ان الاهلي مش بس هيعوض الفرق ولكن هيتقدم على المنافس بفرق 4 نقاط. واستطاع مانويل جوزيه فعلا ان هو باصراره وباصرار لعيبته ان هم يحققوا النتيجه دي والاهلي في النهايه يفوز اللي هو الدوري 2010 2011. ده اللي محتاجه النادي الاهلي في الـ في الـ في الاسابيع اللي جايه ان هو كله يتكاتف على ان الاهلي قدامه هدف وهو الحفاظ على لقب بطوله الدوري بلعبه المباريات المؤجله هو اللي هيبقى الاول ان شاء الله. واحنا عندنا استعداد ان احنا نقبل هديه كمان من المنافسين، ليه لا؟ في دلوقتي على السوشيال ميديا نازل كده زي جواب من جمهور النادي الاهلي للاعيبه مطالبه بالحصول على 3 بطولات المتبقيين في الموسم الحالي. يعني هي دي الطريقه الوحيده اللي احنا ايه عايزين نتصالح بيها، احنا كجمهور عايزين نتصالح بال3 بطولات دول. ان شاء الله البدايه هتكون في السوبر ثم بطولة الدوري ثم بطولة الكأس طبعا البطولة العربية. إن شاء الله إن شاء الله الأهلي قادر على أنه يحقق نتيجة إيجابية في المباراة القادمة قدام الوصل في ملعب الوصل زي ما عملها مع فريق النجم اللبناني هيكررها مرة أخرى مع الوصل المرة. صحيح. هنرجع نتكلم برضو عن لقاء امبارح طبعا جايب لي أنا شخصيا إحباط بس الحمد لله. لا لا ولا إحباط ولا حاجة، إن شاء الله الأهلي قادر على العودة. قادر على العودة. قادر على العوده بقى في الموسم القادم من البطوله باذن الله. خلاص يمكن الموسم القادم من البطوله اهو اللي هو هنبتدي في ديسمبر باذن الله من دور ال 32 النادي الاهلي هيبتدي مبارياته من دور ال 32 وان شاء الله باذن الله هتكون في نهايه البطل من النهارده يبتدي يفكر في البطوله اللي جايه. ايه كلها شهر. كلها شهر وهنبدا الموسم القادم من دوري ابطال افريقيا. اتمنى ان السنه دي تكون مختلفه عن السنه اللي فاتت وعن السنه اللي قبليها وباذن الله باذن الله مختلفه في ان احنا نحصل على البطوله. بس مش مختلفه ان احنا كنا سيئين او بعاد، احنا كنا نهائي البطوله بننافس على اللقب لسنتين متتاليتين. ما اعتقدش ان في فريق في افريقيا عملها يعني. صحيح. في حتى على الاقل في ال5 سنين اللي فاتت يعني. صحيح. طبعا حضرتك نورتنا النهارده، سعيده جدا بوجود حضرتك معايا دكتور ابراهيم داوود مدير تحرير جريده الكره والملاعب، نورتنا اكيد في كلام في الميديا. انا عاوز اقول لك برضو ان الفستان الاحمر ده لازم تلبسيه ال3 ايام اللي جايين دول. ان بنختم برضو بان المجد للاهلي، النادي الاهلي العظيم سيد اسياد افريقيا، المجد لشهداء الاهلي، المجد لجماهير الاهلي، المجد لاعضاء الاهلي، المجد لمجلس اداره النادي الاهلي. بشكر حضرتك جدا على وجودك معنا يا دكتور ابراهيم. مشاهدينا شكرا لحسن متابعتكم واشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده من كلام في الميديا الساعه 5 مساء. يوم سعيد عليكم.